سينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عماد الدين نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وانتم طيبين. كيف أنتم؟ مو حضرتك بصحة وسلامة. الطرق طبعا يعني الحقيقة الدولة طبعا بتعمل مشروع قومي للطرق من 2014 لحد دلوقتي بما تم إضافة حوالي ما يقرب من 8000 كيلو، هو 7000 لحد السنة اللي فاتت. السنة دي اتدخلنا في 8000 تقريبا. طبقا لتصريحات مجلس الوزراء فاحنا عملنا 625 كيلو السنة دي 2020 لوحدها، ودي تكلفتها حوالي 10 مليار. دي طبعا شملت مجموعة كبيرة جدا من الطرق، منها الدهب، نفق، النقب، أحمد حمدي، شرم الشيخ، طبعا طريق الخدمة بتاع القاهرة السويس، المنصورة طلخة، بالقاس، نويبع، طريق سانت كاترين، طريق الشيخ فضل راس غارب، بيروت الفرافرة وغيره. الحقيقة دي مجموعة الطرق بالإضافة إلى حوالي 500 كيلو رفع كفاءة، يعني كان طرق مثلا قديمة ومحتاجة صيانة فتم رفع كفاءتها، فإجمالي الطرق يعني 625 و500 يعني بنتكلم حوالي 156 كوبري تم انشائهم واثنين نفق. محاور النيل طبعا كلنا يعني ما ننساش طبعا عظمه محاور النيل، لان هي كانت بتقرب المسافات ل 25 كيلو مسافات بينيه بين المحور والاخر بدل ما كانت 100 كيلو في الماضي. محاور النيل عندنا محور عدل منصور اللي كان فيه طبعا العام الماضي افتتح كوبري تحيا مصر اللي دخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية، محور صملوط 24 كيلو، قوس على النيل 19 كيلو. عايز أقول بس إن المحور هو محور تنموي بيربط بين الشرق والغرب بطريق سريع، والمحور مش بيبقى فيه كوبري النيل فقط، يعني مثلا قوس اللي هو 19 كيلو فيه حوالي 30 عمل صناعي ما بين كوبري ونفق، بيعدي سكة حديد، بيعدي طرق، ولكن يعني عشان يبقى طبعا طريق سريع. ومن ضمن الكباري طبعا كوبري اللي بيعبر نهر النيل، وايضا محور كلبشه. بالنسبه للمحافظات كان ليها نصيب مهم جدا برضو في 2020، لان تم عمل المشروع القومي لتطوير وتحسين وتحديث الطرق الداخليه بالمحافظات المصريه، وده بدا من اول بورسعيد ودمياط وصولا الى اقصى الجنوب لحد اسوان وما بعدها. والاجمالي الاطوال اللي بتبقى داخل كل محافظه من حوالي من 70 كيلو لحوالي 110 كيلو تطوير. وطبعا لو تتصور حضرتك ان الطرق داخل المحافظات بتبقى 400 متر و600 متر، فشوف طبعا حجم الطرق اللي بيشملها التطوير داخل المحافظات. وكمان 1500 كيلو من الوصلات السريعه اللي بتربط ما بين المحافظات وما بين الطرق الاقليميه اللي تم تطويرها في المشروع القومي للطرق في العام الماضي فقط لا غير. طبعا ده بيخلي دايما الطرق وقطاع النقل وقطاع البنيه التحتيه بتصدر المشهد في القطاع الاقتصادي على مستوى الدوله في العام الماضي. طبعا وحضرتك عارف جائحه كورونا وتاثيرها السلبي على مستوى العالم وعلى مستوى الاقتصاديات فيه، ولكن الحمد لله قطاع الطرق كان بيتقدم حثيثا واستمر في التطوير في العام الماضي. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد الدين نبيل استشاري الطرق ونقل دولي وذلك بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا يا فندم لمداخلة حضرتك.